اسمك هو اللي المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي احتضن قصر المؤتمرات اليوم اجتماعه التحضيري تمهيدا لمجلس وزراء الخارجية العرب بحث جملة من الموضوعات الهامة تتعلق أساسا بتنمية وتطوير القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للدول الأعضاء في الجامعات العربية. أصدر مجلس جامعة الدول العربية عدة قرارات وأقر استراتيجيات هامة في مختلف المجالات التنموية، وأخص بالذكر قرار القمة العربية في شرم الشيخ في العام الماضي، والذي رحب بكافة جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ووجه بقيام المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع كافة الشركاء لوضع خطة عربية لتنفيذ خطة 2030. ولقد انتهت قبل أيام قليلة أعمال المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، وأرى أن منظومة جامعة الدول العربية وبما تمتلكه من آليات في المجال التنموي مؤهلة لأن تلعب دوراً محورياً في دعم وتنسيق ومتابعة التقدم العربي في تفعيل خطة 2030. وأمام الاقتصاديين العرب ومن حضر من المانحين وشركائنا في التنمية، أعلن وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار للجاي رئيس الاجتماع عن استعداد موريتانيا لوضع مواردها الزراعية والحيوانية والسمكية تحت تصرف أي مشروع يهدف إلى دعم الأمن الغذائي في العالم العربي. إنني على يقين بأن الوعي المتزايد بوحدة المصير والتجارب القيمة المتراكمة والتمثيل النوعي للمشاركين ستقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا في دفع التكامل العربي نحو الأفضل. إننا اليوم أمام فرصة لتدارس سبل تذليل التحديات التنموية المشتركة من جهة، ومن جهة أخرى من متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية العادية في دورتها 26 في شرم الشيخ، وعن القمة العربية التنموية في دورتها 3 في الرياض. كما تتضمن أجندة اجتماعاتنا أيضا مواضيع هامة أخرى كما هو مبين في جدول الأعمال الموضوع بين أيدينا. كلمة الرئيس السابق لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر ذكر في بدايتها بسلسلة المشاريع التي ناقشها الاجتماع في جلساته الماضية، مؤكدا أهميتها في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. هناك عدد من الموضوعات التي يجب أن نوليها أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، مثل موضوعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وموضوع المعالجات التجارية لما لهم من أثر بالغ الأهمية في حماية المنتج العربي من الممارسات الضارة الغير عادلة في التجارة الدولية، وخلق فضاء تجاري يتوافر فيه ظروف تنافسية عادلة تساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية وتشجيع الاستثمارات القائمة. لذا فإننا نعلق أمالا كبيرة على قمتنا هذه بالخروج قرارات من شأنها دفع عملية التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي. وفي جلسات مغلقة ناقش الخبراء العرب بعيدا عن الصحافة مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع من طرف المجلس إلى مداولات القادة العرب. وبعيد الاجتماع عقد سيد محمود عفيفي الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية عقد نقطة صحفية سلط فيها الضوء على أهم المشاريع التي نوقشت خلال الاجتماع الوزاري لمندوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. النهاردة كان في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الاجتماع طبعا للزملاء اللي سبق ليهم حضور قمم عربية، عارفين ان الهدف منه الرئيسي هو اعداد مشروعات القرارات المتعلقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي في العمل العربي المشترك، تمهيدا لرفع هذه المشروعات
إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. حاليا يوجد 12 مشروع قرار تم خلال جلسة اليوم اعتمادهم من قبل السادة الوزراء المعنيين تمهيدا لرفعهم، بتناقش العديد من القضايا ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. هذه القرارات تتعلق بالدرجة الأولى بثلاثة محاور، يعني لو حبينا نقسمها بشكل أكثر تبسيطا هي ثلاثة محاور. المحور الأول متعلق بتقارير الأمين العام حول التقدم الحاصل في تنفيذ القرارات والمشروعات التنموية اللي أقرت في قمة شرم الشيخ العام الماضي وفي القمة التنموية الثالثة التي عقدت في الرياض في 2013. من ضمن طبعا يعني أنا مش هقدر أدي لأنه في كم كبير من الموضوعات، ولكن هحاول أركز أو ألقي الضوء على أهم هذه الموضوعات. من بين المشروعات التنموية الهامة اللي هناك في متابعة تحدث لها أثناء قمة نواكشوط، مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الخاصة برصد 2 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. هناك أيضا الموضوع الخاص بمشروع الربط البحري بين الدول العربية لدعم التجارة البينية. الاجتماع اليوم أيضا وفيما سبق اجتماع مندوبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقشوا موضوع تقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية الخاص بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وأيضا مشروعات الربط الكهربائي العربي والسكك الحديدية والطرق السريعة. تم أيضا تناول المبادرة الخاصة بفخامة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي. المبادرة كما تعلمون طرحت للمرة الأولى العام الماضي، ومطروح أيضا أبعاد هذه المبادرة خلال القمة الحالية. موضوع اتخاذ الإجراءات للإسراع بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية وما يرتبط بها من الإسراع أيضا بإنجاز الاتحاد الجمركي العربي وإزالة العوائق في هذا الإطار. دي كلها موضوعات تدخل في إطار المحور الأول. المحور الثاني يتعلق بالدرجة الأولى بأربع وثائق يعني تكتسب نوع من أنواع الأبعاد الاستراتيجية، إطار أوسع للعمل العربي، ليست مرتبطة بمشروع بعينه كما هو الحال بالنسبة للمحور الأول. الأربع وثائق الأولى متعلقة بالخطة التنفيذية الاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، الثانية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة 2030، الثالثة خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة، الرابعة هي الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ويرتبط أيضا بهذا المحور كان هناك مشروع لاستراتيجية عربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، ولكن رؤية في هذه المرحلة أفضلية إعادة هذا المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال دراسته الفنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المحور الثالث يتعلق بترحيب هذه القمة قمة نواكشوط بإنشاء مركزين عربيين هامين. المركز الأول وهو مقترح من جمهورية مصر العربية
خاص بإنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية، والمركز الثاني وهو مقترح من جمهورية الجزائر لإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة الإيدز. وتم بالفعل اليوم اعتماد توصية برفع مشروعي القرارين لاعتمادهما على مستوى القمة. دي المحاور الثلاثة الرئيسية اللي هي بتتناولها القرارات أو مشاريع القرارات المطروحة. يضاف إليها موضوع أيضا هام وهو دورية انعقاد القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية. فتم الاتفاق على أن تعقد هذه القمة كل 4 سنوات عوضا عن النظام السابق اللي هو كان في إطاره بتعقد القمة كل 2 سنين. الهدف من هذا التعديل والذي سيتم إقراره في أحد أو اعتماده في أحد القرارات أنه يكون هناك وقت مناسب ما بين كل قمة وأخرى للانتهاء من المشروعات اللي بتطرح في كل قمة، لأن رؤية طبعا أنه فترة 2 سنين ستكون فترة قصيرة لن تسمح بوجود تقييم كامل لهذه المشروعات. في نفس الوقت يعني تم الاتفاق أنه مع دورية الانعقاد كل 4 سنوات، ولكن ستقوم الأمانة العامة بعرض تقرير مرحلي كل 2 سنين حول التطور الذي يحدث فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، بهدف أن يكون الحوار أيضا مستمرا خلال النقاشات التي ستجري حول تقرير الأمانة العامة وصولا إلى انعقاد القمة. ده باختصار الموضوعات الرئيسية اللي تم تناولها سواء على مستوى المندوبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 20 يوليو أو اليوم خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. يتوالى وصول الوفود الوزارية العربية للعاصمة نواكشوط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاقتصادي والمالية عددا من الوزراء في إطار التحضيرات الممهدة لمجلس القادة العرب يومي 25 و26 من الشهر الجاري. تواصل العاصمة نواكشوط تحضيراتها لاحتضان قمة الأشقاء العرب، حيث تسارعت وترت وصول الوزراء العرب المشاركين في الاجتماعات التحضيرية لمجلس القادة العرب يومي 25 و26 من الشهر الجاري، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سلكو الأحمد سيدبي مساء أمس بمطار أم تونس الدولي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي السيد الشيخ صباح الخالد أحمد الصباح، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار الجاي. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون فجر اليوم بمطار نواكشوط الدولي وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية الجزائري السيد عبد القادر مساهل ووزير التجارة التونسية السيد محسن حسن، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار الجاي. وزير الشؤون الاقتصادية والمالية بدوره استقبل صباح اليوم بمطار نواكشوط الدولي وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سعيد عبد العزيز المنصوري. قمة جد هامة، يعني لأن الظروف اللي تعيشها منطقتنا العربية، نحن كجزائر نأمل أن هذه القمة ستخرج بنتائج وستكون فرصة لكل دول العربية أن تتحاور وتخرج يعني بنتائج التي تضمن مستقبل العالم العربي. يعني هي في الحقيقة كما قلت يعني قمة تاريخية، أولا أوضاع في فلسطين وهي يعني القضية الجوهرية بالنسبة للعرب، فلا بد أن تكون لنا خطوات جديدة، أولا لمساعدة دعم الحقوق الشرعية لإخوان الفلسطينيين في كذلك بعض النزاعات وفي بعض المناطق. ستكون فرصة كذلك للقادة العرب أن يتشاوروا حول الوضع في ليبيا
الوضع في سوريا، الوضع يعني في بعض المناطق في الشرق الأوسط. ستكون لنا كذلك يعني فرصة للتحاور والتشاور ونتبادل الآراء حول التهديدات من الإرهاب. الآن الإرهاب أصبح يعني حقيقة يهدد أمن واستقرار بلداننا، وكذلك ستكون فرصة لنتحاور حول إصلاح المنظومة العربية وإصلاح الجامعة العربية. نحن الآن بحاجة إلى ذلك. العالم تطور والعالم العربي كذلك تطور، وفي الآن يعني بالنسبة لنا يعني لازم أن نتأقلم مع ما يجري في العالم من صراع جيوستراتيجي. ولهذا يعني إحنا في الجزائر أولوية الأولويات بعد طبعا بعد حلول كل نزاعات وهي إصلاح المنظومة العربية وإصلاح الجامعة العربية. يعني هذا من الأهداف، وإن شاء الله ستكون قمة ناجحة، وهنيئا للشعب الموريتاني وهنيئا للحكومة الموريتانية على هذا التحدي. وفود وزارية من الدول العربية ستلتئم قبيل انعقاد مجلس القادة العرب لوضع اللمسات الأخيرة على جملة من القضايا والقرارات ينتظر منها أن تكون حلولا لأوضاع الأمة العربية. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون وزراء خارجية كل من مصر وليبيا وفلسطين واليمن، وذلك للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية المحضرة للدورة 27 لمؤتمر قمة الدول العربية. وقد عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون لقاءات مع ضيوفه بحضور السفراء المعتمدين لبلدانهم في نواكشوط. وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري قال في تصريح للموريتانية إنه يأمل أن تكلل جهود القمة بنجاح، وأن ما شاهده من ترتيبات في المطار ينم عن جاهزية تامة. سعداء بوجودنا على الأرض العزيزة دولة موريتانيا، ونأمل أن تكلل كل الجهود بالنجاح، وحتى الآن في الاستقبال والترتيبات في المطار تنبئ بترتيب جيد وحفاوة في الاستقبال وكرم معهود، وإن شاء الله هذه هتكون سمة القمة تتيح الفرصة للزعماء العرب أن يتواصلوا ويتبحثوا في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبالتأكيد انتقال الرئاسة من مصر إلى موريتانيا هتكون واقعة مهمة. وبدوره أعرب وزير الخارجية الليبي السيد محمد الطاهر السيالة عن أمله في أن تكون اجتماعات قمة نواكشوط تاريخية وأن يصدر عنها ما يخدم الأمة العربية. مرحبا، نواكشوط عزيزة على قلب الليبيين جميعا، وأنا زرتها يمكن أكثر من 10 مرات وفي مرات متتالية وفي مناسبات متتالية، فنزورها الآن لحضور اجتماعات الجامعة العربية، ونتمنى لهذه الاجتماعات التي احتضرتها نواكشوط أن تكون اجتماعات تاريخية وأن يصدر عنها ما يخدم المصلحة العربية المشتركة إن شاء الله. للموريتانية قال وزير خارجية وفي تصريحه للموريتانية قال وزير خارجية دولة فلسطين السيد رياض المالكي إن مهمة الوفد الفلسطيني هي إنجاح القمة، لأن نجاحها نجاح لموريتانيا والعرب جميعا. يعني أولا نحن سعداء بوصولنا إلى نواكشوط، جاهزين للبدء بالعمل فورا. كما تعلمون فرق العمل كانت موجودة منذ فترة، عملت وقامت بكافة التحضيرات، وسيكون الأمور سلسة إن شاء الله. نحن جئنا بمهمة أساسية وهي إنجاح هذه القمة، ونجاح القمة يعني نجاح لموريتانيا، يعني نجاح لفلسطين. نحن حريصون على القيام بكل ما يمكن من أجل تسهيل
انعقاد القمة وتخطي كل الإشكاليات والعقبات التي قد تبرز. فلسطين مسهل كامل لكل هذه القضايا. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنية السيد عبد الكريم المخلافي أكد أنه سيعيد بزيارة موريتانيا أنه سعيد عفوا بزيارة موريتانيا التي تربطها علاقات كبيرة باليمن، وأضاف أن انعقاد مؤتمر القمة العربية بموريتانيا هو شرف للعرب بشكل عام. أنا سعيد جدا أن أزور هذا البلد العربي الشقيق اللي هو بوابة دفاع غربية عن الأمة العربية، وبالفعل كان أحد الرغبات الشخصية حتى قبل السياسية أن أزور موريتانيا. لي هنا إخوة وأصدقاء وأشقاء، ونحن في اليمن نقول بأن موريتانيا هي اليمن الغربية واليمن هي موريتانيا الشرقية، بالتواصل الثقافي وبالتواصل الحضاري والأخوي وبالقبائل وباللهجات وبالسحنة وبكل هذا المؤتمر أعتقد بأنه شرف للعرب جميعا أن يأتوا إلى هذا البلد، وأظن أنه سيكون من المؤتمرات المهمة للقمة العربية، ونحن في حقيقة الأمر نشعر بالافتخار والتقدير للدور الذي قامت به الحكومة الموريتانية بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وقد اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات والتدابير في مجالي الصحة والحماية المدنية، شملت تخصيص رقم أخضر لاستقبال الحالات المستعجلة وفتح مركز من الفئة باء بمطار نواكشوط الدولي أم توسي. المصالح الصحية الوطنية الرامية إلى تقريب العلاجات الصحية من المواطنين والوافدين إلى الوطن بشكل يراعي المعايير الصحية العالمية ومواكبة للأجواء المحضرة لقمة نواكشوط. ضمن هذه الجهود تدخل رزمة الإجراءات التي ينفذها قطاع الصحة، إعادة تأهيل وتفعيل مركز الاتصال بالوزارة ممثلا في الرقم الأخضر 101 الذي أصبح يستقبل 30 مكالمة في آن واحد. المركز الصحي من فئة باء بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي الذي يقدم علاجات للمواطنين والوافدين على حد سواء والكشف عليهم إذا دعت الضرورة، ضمن جهود القطاع الرامية إلى مواجهة الأمراض المنتقلة عبر الحدود. هذا إضافة إلى خبرات وطاقم الطب العسكري والحماية المدنية اللذين تم دمجهما في الخطة. وتتميز النقاط الصحية المذكورة بالجاهزية الكاملة وبتوفر الوسائل اللوجستية والبشرية المطلوبة. واستعدادا لاستقبال ضيوف موريتانيا من الأشقاء العرب، نفذ القطاع المعني بطرق عمليات واسعة لترميم وتأهيل المحاور الطرقية الرئيسية بالعاصمة نواكشوط. استفادت الشبكة الحضرية في العاصمة من عمليات ترميم وتوسيع استعدادا للقمة العربية، حيث ظهرت بعض شوارع العاصمة بوجه لائق سيساهم في إعطاء صورة إيجابية عن عاصمتنا، إلا أن هذه الصورة الإيجابية لن تكتمل طالما لم يلتزم مستخدمو هذه الشوارع بالضوابط الحضارية المطلوبة تطبيقا لقانون السير. لذا طالبت الجهات الوصية ممثلة في إدارة النقل البري بضرورة التقيد بقانون السير. في إطار الجهود المبذولة مؤخرا من طرف الحكومة من أجل تنظيم القمة العربية الأولى من نوعها في موريتانيا، تم القيام بجملة من الإجراءات من بينها توسيع الشوارع وتهيئتها وكذلك إنارتها وبناء الأرصفة وتهيئة أماكن مخصصة لتوقف السيارات العمومي، وكذلك القيام بجملة من الإجراءات من أجل الحد من زحمة السير والحافظة على انسيابية حركة المرور داخل العاصمة خاصة خلال هذه الفترة. وهون نطالب جميع المواطنين مستخدمي الطريق سواء سائقين مهنيين سواء راجلين المحافظة على هذه الإجراءات، عدم ركن السيارات على جنبات الطريق، عدم ركنها على الأرصفة وتوقفها خاصة في أماكن الموقفة لها، وعدم التجاوز في الأماكن غير مخصصة للتجاوز، وذلك المحافظة على انسيابة حركة المرور وعدم خلق زحمة خانقة وسط المدينة خلال هذه الفترة. يذكر أن هذه الشوارع المستفلتة زودت كذلك بأرصفة يستخدمها المار.